نختم جولتنا في مختارات تعمدة الرأي والمقالات بالزاوية إليكم للكاتب الطاهر ساتي بأخيرة السوداني بعنوان دموع التماسيح. يستهل ساتي زاويته بأنه يقال إن كرة القدم هي إحدى وسائل الإلهاء الإيجابية التي تنسي الشعوب مشكلاتها لمدة 90 دقيقة، ويضرب مثلا بأنه بالتزامن مع تصاعد الدولار ورفع الدعم عن الرغيف واشتعال الأسواق بنيران الغلاء نجحت جهة ما مسؤولة أو غير مسؤولة في صرف عقول الناس والأقلام بوسيلة إلهاء مسمات مجازا قضية قاسم بدري وطالبة الأحفاد. ويقول ساتي إنه لو كان مسؤولا في هذه البلد أو هذا البلد لكرم البروفقا قاسم بدري بالأوسمة والأنواط. ويستدرك بقوله ليس نظير ذاك الصفع ولكن مقابل الإلهاء. ويتساءل ساتي قائلا الحدث غير مقبول، ولكن هل يستدعي كل هذا الصخب الذي يكاد يعمي بصائرنا وأبصارنا عن هوية المخاطر التي نساق إليها؟ ويذهب ساتي لأن المهم بعد وقوع فؤوسهم على رؤوس الناس يخرج أحدهم للناس عبر الصحف الأيام الماضية متباكيا بدموع التماسيح، وهو رئيس لجنة الصحة بالبرلمان دكتور صلاح سوار الذهب الذي طالب الحكومة بالتراجع عن تحرير أسعار الدواء وحذر من عدم مقدرة الحكومة على استيراد الأدوية المنقذة للحياة. ويبدي ساتي استغرابه من أن شعبة مستوردي الأدوية والتي كان سوار الذهب عضوا فيها تقدمت بطلب إلى المحكمة الدستورية تطلب فيها موافقتها على تحرير سعر الأدوية. ويختم ساتي زاويته بأنه بعد أن رفضت الدستورية طلب الشعبة نجحت شعبة سوار الذهب في إقناع الحكومة برفع الدعم عن الأدوية، الأدوية التجارية اسم الدلع الذي تم به رفع الدعم عن الأدوية العام الماضي. ويتساءل لماذا التباكي وادعاء الرحمة وسكب دموع التماسيح بعد أن بلغت أرواح الناس حناجرها؟